وعبر سكايب ومن أربيل ينضم إلينا الباحث والأكاديمي الدكتور عقيل عباس. دكتور، بعد الترحيب، يعني قبل زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لطهران كان الحديث يتركز على الوساطة التي تديرها بغداد، وظهر أخيرا يعني بين واشنطن وطهران في بغداد. هل يبدو أن الحكومة قادرة على إنجاز كل هذا قبل يعني 28 يوم قبل الانتخابات؟ شكرا على هذه الاستضافة. يعني أنا أعتقد أنه هذه الزيارة في جزئها الأهم والأكبر هي تحاول أن تستدرك ما لم تنجزه قمة بغداد، يعني في نهاية الشهر الماضي 31 آب، يعني عندما حضر وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الإيراني، وكان المؤمل من هذه القمة أنه تنجز تصالحا سعوديا إيرانيا. هذا لم يحصل لأسباب متعددة. الآن السيد الكاظمي عبر هذه الزيارة ربما يحاول أنه تعبيد المسارات، أن يقوم بتعبيد المسارات بين إيران والسعودية، وإنجاز ما لم يتم، ما لم يكن ممكنا إنجازه عبر قمة بغداد. هذا هو سبب أساسي. طبعا هناك الملفات الأخرى التقليدية التي أشير إليها، هناك اللغة الدبلوماسية بخصوص التعاون و التوثيق الصلات الاقتصادية، هناك مجموعة قضايا بين العراق وإيران، بعضها مرتبط أيضا بدفع العراق الأموال لإيران وعقوبات الأمريكية التي تمنع العراق من إعطاء يعني العملة الصعبة الدولارات لإيران. هذه ملفات تقليدية، هناك اشتغال عراقي إيراني عليها ولبعضها وجد حلول، لكنه الملف الأساسي والرئيسي المؤثر عراقيا هو الأزمة السعودية الإيرانية وسعي العراق لتفكيك هذه الأزمة لأنها تنعكس إيجابا على الوضع في العراق. هذا ما يحاول السيد الكاظمي أن يقوم به عبر هذه الزيارة. طيب، هدف أساسي لها. نعم، لكن دكتور أيضا يعني على هامش أيضا يعني الزيارة أدلى مسؤولون إيرانيون بالفعل بتصريحات عن رغبة طهران بتنسيق أكثر مع دول المنطقة ومنها الدول العربية. هل تتوقع دبلوماسية إيرانية جديدة مع رئيس أقل توترا ربما يعني وأكثر ضبطا يعني لمنابع الخلافات؟ بشكل عام شوف، إيران منهكة، منهكة اقتصاديا من العقوبات الأمريكية، لكن أيضا إيران بلد الكبرياء السياسي أساسي في فهمها لذاتها. مجيء رئيسي هو حقيقة يعني في أحد تمثلاته هو تخريج أو حل وسط بين هذا الكبرياء السياسي، الفخر السياسي بالذات، والوقائع البراغماتية بشأن حصار أمريكي قاسي. إيران تريد أن تفكك الملف مع السعودية، هذا يساعد على تفكك الملف الأكبر وهو ملف العقوبات الأمريكية ضد إيران. أعتقد إيران يعني ستكون سعيدة إذا تحولت السعودية في إطار اتفاق إيراني سعودي إلى أحد الأصوات الداعية في واشنطن لإلغاء العقوبات أو تخفيفها. السعودية حليف استراتيجي للولايات المتحدة منذ 1945-46، وللسعودية صوت في واشنطن، وليس الصوت الأقوى أو الصوت الحاسم، لكنه صوت مؤثر ومفيد لإيران أن تكسب هذا الصوت لصالحها عبر اتفاقية ما، تخريج ما، تفكيك للأزمة بين الطرفين. هناك مصلحة إيرانية حقيقية بالقيام بهذا الأمر. السعودية طيب، ليست في موقع الاضطرار الشديد كما هو حال إيران بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران. نعم، يعني في السياق أيضا كيف تفسر انخراط حركات سياسية مثل عصائب أهل الحق في التواصل مع جهات عربية وأوروبية كما حدث مع رئيس البرلمان الأردني؟ وهل يمكن يعني وضع هذه الأحداث في سياق الوساطات التي تبحث عنها إيران؟ يعني ليس بالضرورة ما تقوم به عصابة للحق مرتبط بتوصيات إيرانية. عصابة للحق تاريخيا يعني لديها إشكالية أنها تعتبر أنه المجتمع العراقي ينظر لها كمجموعة عسكرية، كمنظمة مسلحة، وليس كتنظيم سياسي كما ينظر للتيار الصدري. التيار الصدري يعني كان له جناح عسكري، جناح ميليشياوي، يمكن القول أنه كان جناح ميليشياوي، لكنه قبل في المجتمع العراقي على أنه تيار سياسي، سمعته على أنه تيار سياسي بشكل عام. وعصابة أهل الحق يعاني من هذه الإشكالية، أنه المجتمع بشكل عام ينظر لها على أنها تنظيم عسكري، تنظيم ميليشياوي، علاقته بالمجتمع مرتبطة بالخوف،
وهي بالتالي مهتمة بتأهيل نفسها سياسيا، بتأهيل نفسها اجتماعيا، وهذا يعني لها جهود سابقة بهذا الخصوص. وجزء من هذا تأهيل الذات، تأهيل نفسها سياسيا، أنها تتخذ مواقف براغماتية بالسياسة، تبتعد عن الخطاب المتشنج، الخطاب الذي يقوم على الصراع، الخطاب الذي يؤكد الهوية المذهبية، الهوية الطائفية. هذا جانب، أعتقد هذا جانب أساسي في عصابة الحق على الأقل في العامين الماضيين. لكن أيضا نحن نتحدث عن فترة انتخابات، وجمهور عام في العراق أصبح أكثر براغماتية، يريد حلولا، لا يريد صراعات، ولا يريد صراعات تاريخية، ولا يريد صراعات دينية. فعصابة الحق منظمة دينية تحاول أن نفسها بإطار سياسي مقبول عراقيا. طيب دكتور، يعني بالحديث عن موضوع الهجمات، هجمات ليلة أمس على أربيل، يعني ربما الموضوع له علاقة بما نتحدث عنه، يعني هل هناك رسائل وجهت يعني إلى الكاظمي قبل سفره إلى طهران أم إلى الأمريكيين؟ يعني من الصعب حسم مثل هذه الأشياء، هل وجهت رسائل أم لم توجه رسائل، لكنه هناك بالتأكيد أدوات ضغط تقوم بها المنظمات المسلحة. ضرب أربيل أو استهدافها هو واحد من الخيارات السهلة لهذه يعني المنظمات العسكرية المشتغلة في العراق. هي تبعث رسالة إيجابية لجمهور في الوسط والجنوب يشعر بالغضب نحو تجربة الإقليم، أو بالغضب بخصوص الإقليم. يعني هناك أيضا تحشيد سياسي ضد الإقليم تقوم به يعني بعض هذه المنظمات يعني المرتبطة بإيران وشيء من هذا القبيل. وبالتالي لا توجد خسائر سياسية كثيرة أو يعتد بها عندما تحاول هذه المنظمات، التنظيمات العسكرية الشيعية عموما المنضوية في الدولة شكلا لكنها فعلا خارج الدولة، لا توجد خسائر سياسية كثيرة عندما تستهدف أربيل. هناك خسائر سياسية كثيرة عندما تستهدف مطار بغداد أو تستهدف السفارة الأمريكية. ولذلك يعني هذا شكل من أشكال التجريب السياسي الذي يعني أنا أعتقد بشكل عام هو أحمق ولا يقود إلى بناء دولة رسمية في العراق. نعم، الباحث والأكاديمي الدكتور عقيل عباس كنت معنا من أربيل وعبر أسكايب.